زنور على صاوة سراج تلفعل العالمي اليخاندرو الام بنت نادر الجمال الملك ابو عقاب ودربين صبلات غازي حماد واولاده القياده لزنور حبيبنا محمد الغازي الله يعطيك العافيه. عمر الحسون مع نجمه المبين بنت بريق مبين والعاديه للملك ابو شاكر مدرب والفارس عمر الحسون حماد على صاوة نجمه الوزير بنت وزير الخيل بن بريق الأمال الأميات الفاتوم للمالك أبو علي من المقيبلة المدرب والفارس حمادة فلتو أبو العداني يقول لك فلتو رافي على صاوة بركان الأسد بن شمس بن نادر الأم عرين الأسد المالك أبو عقاب المدرب منصر خاسكية اياس ابو جبل على صاوة ابن الاصل من الفحل بريق بالانس الامسيه سيرين الملك وسام بصول مدربين صبلات ابو جبل القياده لاياس ابو جبل وفعلا اخواني ينطلق الشوط السابع مفتوح الدرجات على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلاقة موفقة للمجموعة السابعة عمر الحسون مع نجمة المبين تنتزع الصدارة من البداية ابن الاصل بالمراكز الثانية مع ياس ابو جبل ما شاء الله تبارك الله الخيول في مجموعة واحدة الخيول في مجموعة واحدة بقبل دخولها المنعطف الأول ما تزال نجمة المبين تحتفظ بالصدارة نجمة المبين ما تزال تحتفظ بالصدارة نجمة الوزير بالمراتب الثانية مع حمادة الخيول ما بين المنعطفين بقبالة دخولها الخط المستقيم نجمة المبين من الداخل ما تزال متصدرة هذا الشوط أياس أبو جبل يقلص الفارق مع ابن الأصل بالأمطار الأخيرة ما شاء الله تبارك الله رافي مع بركان الأسد أيضا يندفع من الداخل هو الآخر إلا نجمة المبين تأبى التنازل عن المرتبة الأولى مع عمر الحسون نجمة المبين مع عمر الحسون ما شاء الله تبارك الله نجمة المبين بالمرتبة الأولى مع عمر الحسون أياس أبو جبل بالمرتبة الثانية مع ابن الأصل ونجمة الوزير بالمرتبة الثالثة مع الخيال حمادة نجمها هنا على أرضية ميدان المطار مع عمر الحسون ما شاء الله تبارك الله بنت الفورميلا 1 بريق المبين والعادية الملك أبو شاكر مدرب الفارس عمر الحسون فرانك العرب ما شاء الله عليك أبو الحسون بضع اليوم أبو الحسون بضعت الحساسين اليوم ما شاء الله عليك مبروك أبو شاكر مبروك ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا محمد يعني ما تستاهل تزييف زكفولها والكم زكفولها ما شاء الله تبارك الله نجمة المبين وين أحمد المنصور راح مش ناديت عليك عباس غدا خروف عند مين عند أبو شاكر تخربان بيته شكلكم انت يجب خلكم على البرقيت وتشرب الشغل صفت كنافي فاهم علي الحمراء عشان يكفي وخلص مشي احمد المنصور صاحب ومدرب الصبلات ابو منصور يسلم كاس المرتبه الاولى لنجمه المبين مع عمر الحسون المدرب والفارس مبروك
ألف مبروك أبو شاكر مع بطلة هذا الشوط، ما شاء الله عليك يا نجمة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. مبروك، ألف ألف مبروك. إذا ننتقل لصاحبات المركز الثاني. طبعا المرتبة الثانية تنقسم، ونجمة الوزير ابن الأصل بن بلص وسيا، الملك وسام بصول، مدربي صبلات أبو جبل، قيادة الخيالة ياس أبو جبل، ونجمة الوزير بنت الوزير الخيل الأم آيات الفاندو، الملك أبو علي من المقيبلة، المدرب والفارس حمادة، قيادة أولى إن شاء الله، وراح إن شاء الله أول الأول لقدام حبيبي حمادة. عم نصور شدك بالجماعة، عيب عليك. الذين تقاسمان مراتب الثانية بهذا الشوط، مبروك حمادة حبيب قلبي، الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك. أبو سامحونا طبعا، سامحونا.